بدا نهارك مرتاح واسمع نجمة صباح. هذا هو تقريبا يعني 20 ساعة من العمل المتواصل في جدول العمل. كانوا فيه نقطتين، كان فما اختلاف، كان فما نقاط نظام، كان فما لائحة مقدمة من أحد الكتل. بعد لما طلب صار طلب تمديد الوقت للائحة، وكذلك فما النقطة الثانية اللي هي في ظاهرها الحوار حول الدبلوماسية البرلمانية، لكن ما نخجلوش ونقولوا اللي هي في الأصل أو في باطنها هي مساءلة نيابية لرئيس مجلس نواب الشعب، وهذه هي الديمقراطية اليوم. هذه هي سيد طارق، بصفتك نائب رئيس مجلس الشعب، تعليقك حول نوعية الخطاب اللي كنا سمعناه البارح. مش جديد. أشوف أنا عودت الناس أني من غلطهمش ومن جملش ومن فما خطابات ممتازة جدا كان لاحظتوا. فما مداخلات قائمة فيها درس، فيها بحث أكاديمي، فيها دراية، فيها فما مداخلات متوسطة، فما مداخلات معتها انتماء، انت أحزاب، تصفية حسابات، تجربات سياسية، وهذه تعود عليها منذ عمل به حتى في البرلمانات الأخرى. لكن اللي يأسفني أنه معتها فيه عبارات خطاً كنين أعطوا زملاء معتها في بعضهم معتها بنعود صراحة لتاريخ يعني. سي طارق ما يخفيكش سمعنا كل شيء على عمر، على وصف ببعض الحيوانات حاشيكم، على انت بيك انت وصفتك لاخر يقولوا انت بلاستك حاشيك في الحبس، انت يقولوا درشنو. ما رينا كل شيء وسمعنا كل شيء البارح سي طارق. هذا شوف انا مقتار في الحياة مش جديد بكل فمني معتها بصراحة، ما اتأسف وانا قلت وحتى مداخلتي معتها اليوم ما يأسفني انه المستوى يتدنى يعني معتها للحظيظ، خلينا نقول كما هكا. وللأسف نقولوا معتها لازم نحترموا بعضنا، فما حد أدنى من الاحترام. فما مسائل صراحة أنا دعوتهم باش نعملوا المدونة سلوك هذية، ودعوت أنه مش مشكلة أنهم يحبوا بعض، بس دي ما يتحبوش، المفروض يحترموا بعض، تفقوا على حد أدنى فاحترام، لأنه مش نعملوا مع بعضنا خمس سنوات حنا انتخبنا، مش باش نسب. وأنا حتى في برنامج انتخابي ما سبيت حد، ما سبيت حتى حزب يعني فهمني سي طارق. خنفوت النقطة ذي، خاطرنا المحتوى يهمنا برشا التوانسة الكل. مغلف البارح، شمعنى مغلف؟ التدخل الليبي ولا لوجود خارجي لتونس للتدخل الليبي والأشقاء، تفهموا على النقطة ذي، ولكن في الباطن تصفيات حزبية وصلت الغادي. انت عملت، انت فعلت، انت بيك، انت عليك، انت مع المحور هذا، انت المحور موجود. موجود هذه حقيقة يعني مجلسنا موجود، لكن في المقابل ذلك ما نغفلوش انه فما مداخلات قائمة، فما شفت مداخلات مع تحكيات على الدبلوماسية البرلمانية، فما مداخلات تحكيات على تدخل الأجنبي في ليبيا، ومعتها وتحدثت من منطلق نصرة أشقائنا الليبيين، ومنطلق أنه معتها نكونوا على السياد في المسألة الليبية، معتها مداخلات أنه تونس في العادة أنها تكون معتها مصلحة تونس ومصلحة ليبيا، مصلحة الشعب التونسي ومصلحة الشعب الليبي، وهم أخوة وأشقاء وتربطنا أواصل يعني في من هذا كما اختلفناش على التدخل الليبي سي طارق، كما اختلفناش على التدخل الليبي، مال علاش هذي الكل؟ خاطر البارح كلهم يحكيوا لا للتدخل الليبي، أوني داكور، مال عليه؟ وتعطل المجلس نواب الشعب ونقعدوا الناس الكل ومنسوب العنف اللفظي الكبير عليه في الأخر. لكل جهة حسابات ولكل جهة معتها هذا احنا العشرين ساعة معتها في العادة كنا نلاحة معتها في الخمس سنوات الفارطة تقريبا اللي حابة تخلش عنا وقت تقريبا ساعة ونص ساعتين على أقصى تقدير، وتم التقارير بين الرؤساء كتل الأول وكل فمي. المسائلة انت على رئيس مجلس نواب الشعب تحت مسمى حوار حول الدبلوماسية البرلمانية حقيقة هي سابقة في تاريخ البرلمان التونسي. وأنا نشوفها في الظاهرة الصحية، وهذه هي الديمقراطية في أبا تجلياتها، لكن كذلك فيها رجعنا المنافسات، رجعنا يعني المستوى يعني في حشوية اللي ما يليقش يعني مستوى مجلس نواب الشعب، مجلس منتخب بالأصل حد أدنى اللي يعني ما لقيناوش. ولكن زاد نجم نراجعوا اليوم حول شخصية رئاسة مجلس نواب الشعب
اليوم زاد لازمنا نراجعوه او صلاحياته ونزيد نحدوها اكثر سي طارق، خاطر زاد كنت واضح في تصريحك انت، اطلب منك الاعتراف بالخطا والتعهد بعدم تكراره، كنت وجهته الى رئيس مجلس نواب الشعب. زاد شوف الحايم، خليني نكون معك واضح، انا قبل ما اتصل بحكومه الدراج كان اتصل مع هاتفيا برجل طيب اردوغان ويعني رئيس مجلس النادي، لا فما لا ثاني اول حكي اتصال عادي، لكن انا معناتها لمنا عليه قدام زملائي وسيد الرئيس على اساس انه نسمع، نحبوا نسمعوا منه قبل ما نسمعوا من وكالات انباء اخرى. كي جات المساله نتاع السراج تكرر نفس الشيء، لكن المساله نتاع السراج انه السيد رئيس مجلس النواب معناتها الحكومه خرجته في مخرج انه رئيس مجلس النواب الشعبي وهن يعني حكومه السراج باستعادتها القاعده هذه، وكانه تحدث باسم المجلس، المجلس ما ينجمش يتحدث باسمه الا ما ينظر في المساله هذه امام الجلسه العامه او مكتب مجلس النواب الشعبي، لانه ممثل من كل الكتل، لانه تركيبه المجلس فيه يعني مكونات متنوعه، يعني مكونات سياسيه متنوعه، لازم ياخذ رايهم، لانه رئاسه للاداره وتسيير المجلس ما فيش الحق معناتها الاحقيه باش يبدي رأي ويفرضها ويسقطها يعني على يعني بقيه المكونات السياسيه لمجلس نواب الشعب. هذا هو لكن انا قبل ما نطرح عليه هذا قلت ما هو في النظام الداخلي ما فماش مساءله، واحنا توا عندنا مطروح علينا تنقيح النظام الداخلي، قلت لزملائي هذه فرصه تيجا نزيدوا معناتها نقحوا النظام الداخلي في اطار مساءله رئيس المجلس او نائبيه، ما عنديش مشكله. كذلك انه اهل تدني المستوى اللي كنا نحكوا عليه، قلت احنا ما دام نحن نقحوا في النظام الداخلي يجا نعملوا مدونه سلوك، معناتها على الاقل باش نشوفوا حد ادنى اكثر من هكا. الدبلوماسية البرلمانية قلت هات نعملوا لها دار في النظام الداخلي باش نعرفوا شنو الدبلوماسية البرلمانية، باش ما نبقاوش فات الدبلوماسية الموازية، باش ما نبقاوش فات الدبلوماسية الروانية نسميها انا، لانه تحب معناتها الواضح الدكتور هذا اختصاص حصري للسيد رئيس الجمهورية، باش نبعدوا يعني على كل التدخل، تداخل السلطات يعني او تداخل صلاحيات السلطات. قبل ما نحيل كلمة لزميلتي سي طارق، اليوم تحملت جزء ما مسؤولية الجلسة بما معناه نعرفوا لي ولات عادة نوعا ما يتم رفع الجلسة وانطلاق الجلسة تحت رئاسة سيد راشد الغنوشي، ولكن المواصلة لساعات وساعات ومواصلة العرك والمعروك ولديريجي في الجلسة في أغلب أوقاتها يتكون سيادتك، يتكون سيدة سميرة الشاويشي. اليوم البارح أنت قبل جزء ما هالضغوطات الموجة على راشد الغنوشي بصفتك رئيس نائب رئيس، بصفتك نائب رئيس. شوف شوف حيب، انا نحب نذكر شوي ساعة، انا ما تعرف لا انتمي لحركة النهضة ولا يعني بعد حتى في المرجعيات يعني تقريبا نختلفوا معناتها بعد الكل، لكن انا ديما نقول كلمتي وقت في محمد الناصر كذلك قبل راهو يفتتح، واغلب الجلسات كان سعد فتح مور، باش نكونوا واضحين، لانه رئيس المجلس، رئيس المجلس هو رئيس سير المجلس، عنده لقاءات، عنده مسائل الإدارة، وزيد يعني معناتها قد يكون معناتها الافتتاح من عند من قبل السيد رئيس المجلس الشعبي، هنا دورنا هي الرئاسة فيها رئيس ونائبين. مثلا في المسائلة هذه اللي لاحظتوا من انطلاق النقطة تاع مسائلة رئيس المجلس لانتهائها ولا تزحزح من الكرسي نتاعو معناتها موجود بعد الطلب بعد طلب النواب، زاد خاطر الناس الكل كانوا شادين صحيح وجبدوا له حتى على العمر وقالوا لازم تقعد اليوم وتتحمل جزء ما من المسؤوليه، حتى انا ناكد لك يعني حتى لو لم يتم الطلب كان سيجلس في كرسي، لانه المساءله هي لشخصه وبالتالي كان عليه مجبرا ان يكون موجودا. اليوم نحكي اليوم نحكيوا على عركه نهضة حزب الدستوري عبير موسى راشد الغنوش اليوم وتقاول، واحنا كمجلس نواب الشعب في وسط الناس الكل العركة هذايا. لا مش كان هذه، عدد خصومات يمكن الأبرز، لكن في خفايا أخرى وفي أنت حتى أبار قطع النظر يعني على الخصومات هذه، كان تلاحظ أنه معناتها الأغلبيات أو التحالفات متنوعة ومتغيرة، في كل مسألة تلقى تحالف معين. فهمتك. يعني تو مثلا في مسألة صاحب الثقة، معناتها تلقى تحالف معين، في تمرير القوانين تلقى تحالف آخر معين،
في يعني مسألة مدنية الدولة تحالف آخر، يعني تقريبا يعني عدة إشكاليات في المشهد النيابي، وهذا يرى مش جديد، مش جديد لأنه نتائج انتخابات 2019 حتمت عليها، ما فرضتش كانت مغايرة تماما ل 2014، لأنه كانت تذكروا 2014 زوج أحزاب فقط يعملوا تقريبا أكثر من 150 نائب ونس كل التمام، في حين أنه اليوم الأغلبية المطلقة بتاع 109 مضطر أنه يشاركوا فيها 4 كتل. يعني اليوم نحكي على كل مسألة فيها مجموعة من التحالفات. سي طارق، هل رفض الرئيس الحكومة إلياس فخفاخ الحضور في المجلس؟ بعد ستاتيو اللي كتبته، بعد ستاتيو اللي كتبت جزء منه سي طارق، إلى سيد إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة إلياس فخفاخ ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، باعتبار أنه الأول هو رئيس المجلس على الأمن القومي والثاني رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية والأخير السلطة التشريعية. صحيح أن مجلس نواب الشعب هو سلطة تشريعية ورقابية وليس من اختصاصه ولا صلاحيته اتخاذ تدابير لحماية أبناء شعبنا، ولكن ليكون في علمكم أن الشعب انتخب نوابه للدفاع عن مصالحه ومشاغله. اللي فهمت في جزء منه أنه حبيت يكون حاضر سيد إلياس فخفاخ باش تتحاوروا معه في بعض النقاط قبل ما تدخلوا في الجلسة هذه، هذا اللي فهمته. هذه رجعتني تقريبا 9 أشهر أو شهرين ونص للتالي، وهذه معتها بعد يعني أخذ ورد بيني وبين نفسي صراحة، عملت الرسالة الشهيرة هذه ونقدر أني أديت المعنى نتاعها، لأنه بعدها تقريبا بيوم كانوا تقابلوا الرؤساء الثلاثة. صحيح. هي العملية كيفاش صارت؟ احنا في مكتب في المجلس نواب الشعب شكلنا خليط أزمة، ما يسمى بخليط الأزمة، والناس الكل لازم نذكروا مثال باش ذاكرتها ما تكونش قصيرة. أول من طلع البار في مسألة مقاومة كورونا هو مجلس نواب الشعب. وأن طلبنا بإجراءات، يعني كانت تذكر معناتها بحظر التجول، بإجراءات استباقية، أول من كون خليط أزمة هو مجلس نواب الشعب. فإحنا الخليط أزمة تعوض الجلسة العامة. دعونا رئيس الحكومة مش نتناقش، لأنه هاجسنا واحد رحية. هاجسنا ومشغلنا وكل هي معناتها تحت التوانسة، معناتها أمن التوانسة، الأمن الصحي، أخي باش تختلفوا فيه احنا والحكومة هذه، الحكومة شكون هي؟ ما هي وليدة ثقة مجلس نواب الشعب، هو اللي عطاها ثقة، وبالتالي مكونات المجلس هي بيدها باش تلقاها موجودة في مكونات الحكومة، ويضيفوا لها إجماع معناتها الناس متقلين. فبتفارق بل جاي وعمل معناتها، لكن فرمو تقريبا كان ما خمتني ذكرت لأنه طار علي العهد تو ولا غالب الضغط ما يعيشوا فيه واحد ولا يضيع حتى التفاصيل جزئيات يعني. واحد ومن بعد المشكله انه تحرج وقتها على اساس انه ما مكتب مجلس نواب الشعب او لا، عملنا ندوه معناتها مكتب مع الرؤساء، كان تذكروا الصوره الشهيره تاع رئيس مجلس وراه عبير موسي اول مره وينتخ وراه. صحيح. وانا نعطيك انا بالبافيت وقتها اول مره نلبس بافيت معناتها باش نحسوا ب يعني كورونا وخطورة نتاعها. فيبدو أنه الصورة هذيك ما راقتش رئيس الحكومة وتنصل من بعد، وهو عنده الحق راه ينجم يطبق القانون، واش مطالب باش يحضر في خليط أزمة، هو معناتها نبعثوا له الدعوة يحضر في الجلسة العامة. احنا تعاملنا بأمور ودية، هو تعامل بأمور قانونية لأنه خذا في خاطره من الوحدة، لكن الحمد لله بعد الرسالة هذيك حل ورجع نتحدث وكل شيء آخر إن شاء الله. آخر سؤال قبل ما نختم معك سي طارق الفتيتي، وقت اللي تم ذكر فكرة سحب الثقة من سيد راشد الغنوشي، كل طرف وكل نائب حسب انتمائه الحزبي عطى رأي، فما ناس رفضت قالت لك أنا ما نسحبش الثقة ما عنديش بديل، فما ناس رفضت قالت لك أوكي أنا اليوم نجم نكمل به العام هذا، فما ناس عطت مبادرة قالت لك علاش مش كل عام عندنا رئيس مجلس، فما ناس تمسكت به. سيد طارق الفتيتي وبصفتك نائب مستقل اليوم يهمنا رايك، هل انت مع سحب الثقه او لا في التوقيت هذا؟ شوف قبل ما نمشي معناتها مع او ضد سحب الثقه، اولا الاليه نتاع سحب الثقه 109 109 لازم اي 109 لازمني 70 وبعد 109 معناتها هي 73 معناتها لائحه اللوم هذه باش نجموا نبنوا عليها باش تكون بعد التصويت وكل فني، هي 73 باش تخول نعملوا جلسة عامة لسحب الثقة. صحيح. هي هذيك لائحة اللوم. أنا شو نقول؟ نقول كان توفرت 109 هذيك أحكام الصندوق. متفاهمين؟ لا لا هذا هو صندوق اللي يحكم. ما غيرش، شكون من 109؟ تيبوا نواب منتخبين. فهمتك. الباقي كله تفصيل رحي. الباقي كل
تفصيل شكون تنصل معناتها من العهد، شكون عمل المراجعات، شكون معناتها يحب العهد، هذه كل التفاصيل صراحه ما ندخلش فيها. وكل نائب حر، كل حزب حر معناتها في رايه ينجم يكون نجوم. بعد نجموا نحكوا على استقرار المؤسسات، عدم استقرار المؤسسات، رايك انت يخدم سيطر. تونس ما يخدمش تونس. رايي انا والله شوف انا لا انتخبته في راس الغنوشي ولا هو انتخبني، دونك كل واضحين شنزم معناتها بعيد على انتخبته وانتخبني و109 نعرف حساسيه نعرف حساسيه الموقف اللي عندك سي اكسمتني رحايمه. ما نعطيك مثال نعطيك مثال بحال جاد وقت الطرحه عليا في الدوره الفارطه هكا بديت شويه غش مساله سحب الثقه من محمد الناصر. انا كنت اول معارضي بالرغم وقتها مشني في الائتلاف الحاكم صحيح لاني نمن باستقرار المؤسسات. اليوم وضعيه مختلفه شويه لكن انا زاد في موقع معناتها فيه شويه اخلاق معناتها باش نكون واضح فهمني. مع ذلك ما هذاك هو صندوق اللي يجيب الصندوق واضح الاجابه. سي طارق الفتيتي نائب رئيس مجلس نواب الشعب. ابدا نهارك مرتاح واسمع نجمه صباح.